رجعت معكم مشاهدينا رندا فهد مع اليوم. موضوعنا هو البطيخ، بس في كثير اشياء تانية بدها تحكي عنهم رندا، ما بعرف رح نلحق نحكي عن البطيخ. قد ما فينا. كيفك رندا؟ كثير منيحة. قبل ما نحكي شو جايبتي لنا اليوم على الطاولة، في اشياء كثير هيك ملونة وطيبة. مظبوط، صيفية. بدنا نذكر بمسابقة باري لايت. بدنا نذكر انه المسابقة كانت تينا هي في نشويات أكثر، هل هو الرز الأسمر أو الكسكس. استغربت انه كان في كثير أجوبة متفاوتة، ولكن أكيد هو الرز الأسمر، يعني ذا فاكت انه أسمر هو في كامل الكامل، مشان هيك رح يحتوي على الياف اكثر. عندنا رابحه، عندنا هي ميرنا زبيب، وميرنا رح تكون عم تتصل مطابخ باري لايت من هلا لاسبوعين لتكون عم تاخذ بوكسز من اكلاتنا لنهار كامل ليومين كاملين. وهلا المشاهدين بدهم يبلشوا يجاوبوا على السؤال الجديد اللي هو اي في الياف اكثر، الدراء او الانجاص؟ فإذا الدراء أو بيقشرن وبنفس الحجم، عم بنفس الحجم نفس الكمية، يعني نفس الكمية، فأي في ألياف أكثر؟ طبعا جواب واحد هو المضبوط، رح تكونوا عم تجاوبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي أو باري لايت هيلث سنتر. وطبعا من هلا لأسبوع الجاي كل يوم فيكم تجاوبوا على وحدة من هول ليكون عم يطلع اسم رابح أما رابحة. وشو خبريتنا اليوم؟ خبريتنا اليوم كثير مفاجأة تينا. هلا نحن بعدنا عم نحكي عن الألياف، ودائما بنقول بدنا نتناول الخبز بالحبة الكاملة، طبعا هالشيء لأنه الحبة الكاملة بتحتوي على الألياف اللي هي بتكون عم تحمي الجسم ضد الالتهابات، ضد إنه يعلى السكري، مخاطر إنه يعلى السكري أو الكوليسترول إلى آخره، أو حتى التهابات الجسم بالإجمال. ولكن بدراسة جديدة بيّن أنه هل الخبز الأبيض في يكون العالم ما عم تتأثر بطريقة سلبية فيه؟ فإذا نحن هون بنقول تناول الخبز الأسمر، لأنه وقت نتناوله مقارنة بالأبيض الجلايسيميك إندكس تبعه مش عالي، يعني مش دغري بيعلي السكر بالدم. فجابوا أشخاص هن بعمر بين 33 و60، على أسبوع عطوهم خبز أبيض، كانوا الصبح عم يتروقوا بس شقفة خبزة بيضاء وما يعملوا رياضة لبعدها بساعتين، والأسبوع الثاني كان خبز أسمر. فإذا أسبوع خبز أسمر قرنوهم، طلع إنه أكثر شيء في ناس ابدا ما تاثروا قديش علي السكر بالدم بين الخبز الابيض والخبز الاسمر. هذه كانت مفاجاه، ولكن هالمفاجاه معناتها انه اوقات نحن الميكروبز، اما البكتيريا الجيده، الميكروبات الجيده بالجسم، هي اللي عم تشتغل لتحافظ حتى على مستوى السكر بالدم. فهون من وراء هالدراسه قديش نحن مهم نحافظ على هالميكروبات الجيده من طريق تناول الماكولات الجيده، اللي هي برجع بقول انه الخضره الفواكه والبقوليات، اللي هو حتى لو بتعملنا نفخه شوي ما بدنا نكون عم نبتعد عنها. فاذا دراسه منيحه، ولكن بنهايه الدراسه بتقول انه انتبهوا، خلينا عم ناكل الالياف، ولكن أكيد. كمان ما ننسى بس كمان هالدراسه بتدل انه جسمنا كثير ذكي وبيعرف يرجلج كمان. مزبوط، وكمان بدلتينا انه مش كل الاجسام مثل بعضها، مش كل الاجسام مثل بعضها، فاذا مش نفس الرجيم هو للكل، مش أكيد. نفس الاشياء اللي هي بننصح فيها زياده هون تكون عم تكون للشخص الثاني، مشان هيك كل شخص عنده رجيم ولصحته المحدد له. لكن اليوم رح تعطينا افكار مختلفه كيف ممكن ندخل البطيخ بنظامنا الغذائي. بس اول شغله بدي اقولها، رح احكي اليوم عن البطيخ انا وعم حضر، بس بدي اقول انه البطيخ مثل ما بنعرف تينا 92% منه مي. فاذا هو عن جد بيروي بايامات الصيفيه، بايامات الصيام، هلا بصيام رمضان المبارك وقتها واحد يكون عم يفطر، يكون كمان عم يتناول البطيخ، وما تنسوا تاكلوا الفواكه اللي هي كثير مهمه. البطيخه العالم بتخمن انه بما انه هالقد مي يعني كثير بتضعف، انا اللي بدي اقوله انه البطيخه بتحتوي سكر، بتحتوي وحدات حراريه، فكل كبايه من البطيخ بيحتوي على 47 وحده حراريه، الكبايه يعني هن مقبولة. 2 تراينجلز، مزبوط، فاذا اكلتي كبايتين 3 كبايات عظيم، بس اكثر من نص البطيخه حكيت الرجيم قالت لي اكل شقفه بطيخ، نص البطيخه صارت كثير، فبدنا ننتبه لها. رح كمل على حسنات البطيخ، بس خلينا نحضر هالسلد الفريش. فاذا هون عندي 3 اكواب من الخضره المشكله، الخس، الروكا، حشايش، رح كون عم زيد عليهم كوبين من البطيخ، فاذا
رح حط انا البطيخ اللي هو كتير فريش وفينا نزيده عهل سلد. قد ايه مفيد بذر البطيخ كمان؟ بذر البطيخ في الزنك، في المغنيسيوم، في الالياف، في بروتينات، في كمان البروتينات، وفي الدهنيات الجيدة، مفيد كتير. هلأ هولي تقريبا هن 2 كوب من البطيخ. هلأ هيدي السلد لازم يكون فيها 60 جرام من لبنة المعزة، فحطين كونسيستنت. نعرف ان الجبنة والبطيخ كتير بيمشوا مع بعض 100%. جات بلبنة المعزة، لبنة المعزة وما بتندمي كمان. أخف من الحلوم رندا؟ أخف من نعرف الحلوم والبطيخ بيلبقوا لبعضهم. سمعت. لا، هي تغيير شكل، هي شكل المدور المهضوم. ما تنسى انه هون كمان لبنة المعزة بكثير اوقات بتكون بهالطريقة مكبوسة بالزيت. مزبوط. فهون كخفيف بطلت خفيف، ولكن اثنيناتهم صحية مش غلط. اكيد البلو بيرز اللي بنقوله التوت الارضي، بده يكون عندنا كوب منه عم ينحط على السلد هون. فاذا هيدا الفريش، بتعرفوا انه صار عندنا مزارع بلبنان عم يعملوا هيدا التوت، مزارع بتاخذ العقل، وهيدا البلوبيري بيكون بشهي. فاذا عم نزين، مش بس عم نزين، عم نحط موانع التاكسد. قد ايه في سكر البطيخ رندا؟ هلا فاذا نحن قلنا تينا انه 92% هن مي. فاذا هون ما رح اقول انه هو بيحتوي على كثير سكر، وفي كثير الياف ما رح يعلي كثير الجلايسيميك اندكس. بده يخفف سكر او مريضه سكري، مش ضروري يبتعد عن البطيخ. لا، ما بده يبتعد عنه، ولكن مثل ما قلنا دائما الكميه هي أكيد الاساس. بما انه نحن عندنا هون كونسيستنت سلد، رح تكون هالسلد فيها الكينوا. حلو. فانا حاطه هون فيها هيدا ربع كوب كينوا، ما كينوا حمراء هيك. مزبوط، حتى شوي غير شكل عن الكينوا البيضاء. الحسنات الحمراء او البيضة ما كتير بتختلف، اثنيناتهم لهم حسناتهم. هلا حاطه 10 حبات من الكاجو. واو، شو غنيه هالسلاد. غنيه، فريش، بروتينات، نشويات، موانع تاكسد، الياف، بتحتوي على كل شيء، على البوتاسيوم اللي نحن بحاجه له، بتحتوي على كل شيء مهم. هلا هيدي السلد نحن وقتا ناكل، طبعا هون نحن عم نحكي على حصتين من السلد وقتا ناكلها. هيدي فينا نقول لشخصين؟ لشخصين، بدي زين بالحبق هون كمان. أوكي. لشخصين، بيكون كل شخص عم ياخذ 285 وحده حراريه، بيكون عم ياخذ 10 جرامات من البروتينات، وبيكون عم ياخذ 4.44 جرام من الالياف. هلا حلو. بس هون مع الصوص ولا بلا صوص؟ مع الصوص اكيد، مع الصوص اللي هي هيدي الصوص بتحتوي بس على خل، 20 جرام من الخل، بتحتوي على 5 جرامات من زيت الزيتون، وبتحتوي على 3 جرامات من الماسترد، اما الخردل مخفوقين. مزبوط. حلو. لتكون موجوده هون. بدقيقة بعد بدي أحكي عن سموذي فينا نكون عم نتروقه، معمول من نص كباية من الألمند ميلك. فإذا حليب الألمند، أما اللوز عندنا هون كبيتين من البطيخ، وعندنا دراقة وحدة. بنحط لهم رشه من السينمون، اما القرفه. حلو. هون ما بعرف قديش نحن عندنا وقت، بس هيدا السموذي بيطلع عندي هيدي الكبايه عظيمه، اللي هي قبل الرياضه فيها السيترولين الموجود بقلب البطيخ، اللي هو عم يساعد العضل حتى ما يصير في تعضيل. فاذا كثير كثير مهم بلين العضل. هلا مهم نكون عم ناكلها، بس كمان فينا نكون عم نعملها كسموذي. شو فيها كالوريز هيدي؟ هلا هون السموذي فيها 117 وحده حراريه. بالحقيقه مش زايدين اي سكر ولا عسل؟ ابدا ابدا ابدا، مش بحاجه كطعم، منهم بحاجه، لانه كثير عن جد البطيخه، وما بعرف هلا موسم البطيخ تينا اذا عم تاكلي عم يكون كثير حلو. صح. وفي دراق كمان. مزبوط، بس حتى البطيخه عم تكون حلوة، في لها حلاوه. حاولت باسرع ما يمكن كون عم خبر. لا، افكار كثير حلوه. يعني حكينا عن اهميه البطيخ، ودخلناه بنوعين فينا ندخله بسلاد
كطبق مالح فينا نقول 100% مش دائما ناكله كفاكهه بعد الاكل. exactly. بيسوى البطيخ نتناوله دغري بعد الوجبات رندا؟ هلا هون عندنا اشخاص اللي معودين ياكلوا الفواكه بعد الوجبه ابدا ما بيضرهم، وفي اشخاص اللي هن معودين يفصلوا بين اكلاتهم. نعم. ساعتها هون بدنا نقول لهم يفصلوا. اذا بعد عندي وقت ما كثير بقى خلص وقتنا طيب كمان مثل العادي رح يضل عندنا وقت أكيد. لنكون او مجالات ثانيه لنكون عم نحكي عزيز. عن حسنات الاكل اللي نحن بناكله. ثانك يو رندا، رح ناخذ بريك سريع ومكفيين على لايف.